عبد الرحمن كان نازل مع والدتي، انا وصلتهم على الجسر تقريبا على الفجر على معبر الكرم. معبر الكرم بالضبط. دخلوا، احنا بالعاده تقريبا ساعتين بالكثير بيكونوا في اريحه او في نابلس، كانوا متجهين لنابلس يحضروا حفل زفاف ابن خالتي. اول ما دخلوا الجسر، بعد ما وصلوا جسر اليهود او الاحتلال، خبرنا امي بتخبرنا انه عبد الرحمن دخل عندهم ولحد الان ما طلع. استمر هذا الحكي من الساعه 9:30، هو كان في عند جسر الاحتلال، للساعه 3:30. على الساعة 3:30 احنا طبعا انفصل الخط، ما بنقدر نتواصل مع والدتي. على الساعة 3:30 بيطلع عبد الرحمن مع مجموعة جنود، بيحكوا لوالدتي انه احنا بدنا عبد الرحمن كم يوم وانت تابعي طريقك، حاولت تعرف ايش الاسباب، ايش ماله، ليش انتم بتاخذوه. رفضوا يحكوا لها وحكوا لها تابعي طريقك واحنا كم يوم بنرجعه. فكان الاعتقال بشكل غريب ومش مفهوم، طبعا مش غريب على الاحتلال، لكن احنا بالنسبه لنا كونه احنا بننزل بشكل اعتيادي وانا راجع. تمام، هذا ما كنت اود سؤالك فيه. هل عبد الرحمن سبق له زياره الاراضي المحتله قبل ذلك؟ نعم، انا وعبد الرحمن والعائلة دائما بننزل بشكل متكرر، وعبد الرحمن بينزل من كل فترة وفترة. وقبل ما يعتقلوا عبد الرحمن بشهر تقريبا أو أقل، كنت أنا وياه في نابلس ونزلنا وقعدنا 3 أيام بظرف عزاء لجدي الله يرحمه.